فما قضية كبيرة طرحها حد نسيت ما جاوبت عليها، فما قضية الساحة اللي تكلم عنها قد يعود سؤال بعض متعلق بالسياسة ومتعلق بحزب كان لا يعدل نشاط في المطار القديم، مطار قديم في أجزاء لملك ملك في شيء لأنه باقي من الدولة كم 15 هكتار، الدولة اللي باقي لها منه 15 هكتار هي اللي باقي للدولة 15 هكتار وهي متفرقة من المنطقة، والثاني كامل ملك الأشخاص لا للشركة اللي كانت تبني المطار والله الأشخاص فتشربها من عندك الشركة، وبالتالي حد كامل لا عدل في شيء يرتعود مستأذن من عند ملاك ذيك القطاع الأرضية اللي فمات فيها، ولا هي قضية سياسية. بينما سمعت بعض سمعت السؤال طرح ولا جاوبت عليه بيدي نسيت عنه غير ذكرته نار عنه مطروح الهدف هدف منه هدف سياسي عن الدولة عنها هي اللي دخلت وعنها ما خلات حزب لماذا تعدل الدولة؟ والله تعدل الله ذيك البلد قبال هم الحزب اللي معني بالامر والله وقع في هذه القضيه عنده ياسم المراكز هنا تيها عدل بهم مظاهراته عدل دار الشباب وعدل بهم هنا تيها ولا تكلم له حد الى اجبار مشكله مع مقاول والله مالك ارض ذيك القضيه ما تحني دوله لكن قضيه الصحفي اللي قبيله طرحته قضيه مشكله بلا مع الصحفي ما هي مشكله مرتبطه به دوله هون تنظم الامور دوله عندها قوانين وعندها مسائل هولندية وبالتالي لابد انها تعود قائمة على هذا كامل وتنظم الامور. يا قائمة يعود مشاكل بين شخصين والله شخص ومؤسسة فم العدالة هي اللي تسوي المشاكل. شكرا.